السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل مع تنزيل الفيديوهات ديال اللايف والفيسبوك، المهم فيسبوك بالضبط، أكثر يدري كيتشكاو من كيبغيو ينزلوا الفيديوهات. فأسهل طريقة لقيتها عند واحد السيد في اليوتيوب، أنا نقول لكم إلا عجبتكم اللي بغا. أول حاجة كتاخد بحال هكا لاباج، كتجي هنا في هاد البلاصة بالضبط، شوف هنا عندك دوبل في دوبل في دوبل في، كتحيدها كتكتب بلاصتها حرف ام، انا عربية بلاتي، حرف ام. ملي كيعطيك ام كتبرك اونتخ في الكلافي، اونتخ شو شنو كيعطيك، كيتحول الفيسبوك، متبقاش هو الفيسبوك اللي كان قبيله. هنا كنديرو واحد الحاجة، كنقلبو على الفيديو اللي بغينا، مثلا عندنا واحد الفيديو زويون هذا، او نقلبوا على شي فيديو لايف، ها هو عندنا واحد هنا لايف، كتخدم الفيديو مبدئيا وكتحبس، كتجي هنا كتكليكي على اليمين كيخرج لك هذا الطابلو هذا، شوف كتجي هنا سيف فيديو اس زيد، ملي كتبرك شنو كيعطيك، تيعطيك هذا الطابلو فين بغيتي، كتب السميه اللي بغيتي، اختار مثلا خسر فيديو، هنا في فيديو ها هو ما عندي، نزلت واحد ثلاثة مبدئيا، هنا كتكتب اللي بغيتي، بدل السمية ماشي مشكل، كتجي هنا كدير سيف حفظ اوكي، كيبدا التنزيل عندك هنا في هاد لاباج لتحت، كتبرك على وحدة فيهم مثلا، كدير شو ان فولدر بين، كتحل الملف، نسدو هذا، ها هو الملف تحل، ها الفيديو خدام، ها الملف بعدا، هذا الملف، ها هما كتختار الفيديوهات اللي بغيتي وتصاوبهم. وأسهل طريقة لقيتها لتنزيل الفيديوهات، إلا نفعتكم وبالصحة والراحة، مع السلامة.